أكد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية خلال لقاء في برنامج مجتمع واعي أنه لا يمكن لأي مشروع من مشاريع المؤسسة أن ينجح إلا بمشاركة سواعد أبناء الوطن سواء في داخل المملكة أو خارجها. تعتمد على نظريتين. نظرية لها علاقة بتنفيذ المشاريع، بآلية العمل، بسيستم بروسيس وعمليات التشغيل، كيف هالأنظمة تكون دقيقة وكيف هالمشاريع تبنى على أسس رؤى واضحة وعارفين شو نريد في نهاية هالمشاريع. هالاستراتيجية تعتمد على وضع الخطط وتقييم الخطط ومراجعته وتوفير الموارد البشرية والمادية لتنفيذه على أكمل وجه. لا يمكن لمشروع ينجح إذا تكلم عن داخل أو في الخارج إذا ما في إشراف من عيال البلد. صحيح. لازم تشرف من ناحية ضمان الجودة، التحكم في المصاريف، الجدول، تغيير في أماكن يمكن في ثلج وبرد أثناء ما نبني، فانصر على المقاول إن الأجزاء الخارجية يبنيها قبل شتاء وركز على أجزاء داخلية مع الاستشاري في فصل الشتاء. كل شيء تنظر له مثل ما تنظر إلى شيء عزيز عليك. استراتيجية يعني شنو؟ يعني استثمار جزء ثمين مما تملك، وأموال الأيتام شيء ثمين جدا وأمانة بعناقنا، كيف نحافظ على هالمال وكيف نستثمره بحيث نحصل مردود